فاشلة، ارمي السمكة بتاعتك يلا، ولا انت هتترمي في التويلت. باي باي هنريتا، عمري ما هنساكي. ايوه عملتها سمكتي. هي انت ممكن تسكتي؟ مش عارفه اتنفس، لازم اتصرف. اتفضلي، في غواصه بدي؟ ده مش صحي. فين السحر بتاعي يا شباب؟ ارجوكوا تضغطوا لايك علشان اقدر ارجع السحر بتاعي تاني. انا مدينه لكم دلوقتي، اقدر احضر خياشيم. انا عارفه اتنفس تحت الميه، شكرا. احضن لقب، انتوا طيبين قوي. الخرز المفضل عندي، رجعيهم تاني. انت عملتي ايه؟ انت السبب، انا هخنقك. دراما كوينز، ليه تتخانقوا وانتوا ممكن تصلحوا العقد؟ حط الخرز في نجمة البحر في خيط صيد. خلاص، قطعتين لكل أخت. هي يا رئيس البحر، اتصالحوا. دلوقتي كل واحدة عندها عقد جميل. مديونلك بكام؟ دول هدية. طيب انت عايزة ايه في المقابل؟ تحبي تنتقمي من المتنمرين ولا تسيطري على العالم كله؟ ولا حاجة من دول، انا عايزة اكون عروسة بحر. تقدروا تعملوا ده؟ مفيش مشكلة. اهلا، اصرف فلوسي على ايه؟ اسكتي، مش مهم. الميك اوفر هيبتدي. مين جه؟ البوليس. بنت، احنا لازم نستخبى حالا. أنا حاسس إن في إنسان هنا. مفيش حد هنا يا حضرة الظابط، ممنوع البشر في مملكة أعماق البحار. هش ما تعيطيش، الوحوش دول عمالين يدمروا العالم بتاعنا، إحنا مش مخبيين أي حاجة. هاي أنتوا، كله أمان. الظابط ده في مشكلة كبيرة دلوقتي، أرجوكي بلاش. هو ظابط كويس بعد كل ده؟ هو ظابط سيء، أنا مش مصدقة. خلاص يلا نكمل الميك اوفر. الخطوه الاولى هي التجميل. نظارتي، انا مش شايفه حاجه. استني، السحر هيحل المشكله. رائع جدا، انا عارفه. دلوقتي قلدي الحركه دي قدام الكاميرا. قصدك كده؟ يا ربي ده رائع، انا جميله زي عروسه البحر. ايوه بنت من البشر، محدش يتحرك. طيب هي راحت فين؟ هش، شكرا. أراهن إن في طفل بشري في المكان ده، عندي إحساس. أهو الدليل، هلاقيها. مش هنستخبى خلاص، وقت اللجوء للسحر. قوة الإعصار. وبس، عملتي إيه فيه؟ على الأقل كان مسلي. الخطوة الثانية هي الشعر. شعر شعر شعر. يا ربي أختي، لازم تساعديني. طيب أنا هطلبك تاني، يلا نشوف عندنا إيه. عجبني. هاي افتحوا الباب للدليفري. طيب اتفضل ادخل. واو أنت هنا عشاني؟ هاي، المخالب بتاعته، مخالبي. ده مسلي، ممكن كفاية؟ هاي دليفري كابوريا، بصي عنده مخالب تانية. صح، باي باي يا جماعة. طيب وإيه ده؟ أداة لتصفيف الشعر. أوه لطيف جدا، مش عارفة أشكرك إزاي. أحضن لأ. ليه؟ كل الناس بيحبوا الأحضان. تقيلة. أوبس، هنبتدي دلوقتي في ستايل عرس البحر، ده هياخد شوية شغل. اتفضلي جربي. ممكن تقومي؟ ايه اللي في الشنطة؟
شنطة ثانية. ليه لخبط؟ أنا عارفة أعمل إيه بيهم. شوية سحر. أوبس، أنا حاولت بزيادة. عايزة تغيير؟ اتفضلي. دي أسوأ حاجة في العالم. دي صرخة يأس بائسة. اتفضلي، التوب الحقيقي كان في الشنطة. ما شفتهوش. جربيه. رائع جدا. ايه ده؟ زلزال؟ انا جعانة. في اكل؟ طيب هجيب لك حالا. كراب اف سي في اوردر ضروري. حاجة صحية للاطفال. كرفس البحر. اهو خلصت كله. انا حاسه ان انا مش كويسه. البنت المسكينه كان المفروض ناكلها كرابي باتي. انا عارفه اعمل ايه. اديني الساندوتش بتاعك. انا هقول لمامتي عليكي. فاشل. في حاجه تانيه للاكل؟ اتفضلي الساندوتش. شكرا. عايزه تاكلي؟ انا هاكل الاول. لا انا. لذيذ. او لا، الاكل البشري سام من عرايس البحر. اوبس، انا عارفه ازاي اساعد. الدكتور في الطريق. حقن زيت السمك. لا لا لا، بلاش ده. خليكوا هادين. شكرا، حاسه بتحسن كبير. ايه رايكم في ديل؟ طويل وأخضر. هي مش تعبان، هي محتاجة زعانف كبيرة. أكيد لأ طبعاً. هي يا ريس البحر، أعتقد إن في حد جاي. هي سامعني؟ أهلاً. إيه اللي حصل؟ في حد ورا الباب. أكيد ضابط البوليس. هو مشكلتك أنتي، وأنتي ممكن تقعدي. أهو كتاب السري للسحر وميكروفون، لازم تغني. اقعدي. انتي هتقولي لي كل حاجة. فين البنت؟ انا مش عارفة حاجة. طيب انا هخليكي تتكلمي. عروسة لطيفة جدا. جميلة قوي. ايوة لطيفة، عشان هي انتي. فهمتي دلوقتي؟ لا لا لا، ارجوك ما تقطعش راسي. طيب عندي حاجة اسوأ من كده كمان. أنا كابوريا وإنتي عروسة بحر. بقالي قرن بدور عليكي. استني ثانية. ألو؟ أيوة يا باص، جاي في الطريق. إزاي أخرج من هنا؟ أعمل إيه؟ تعرفوا دي في الحقيقة إيد للمساعدة. حاضر يا باص، المحار هيتعاقب. باي. هاي فايف يا شريكي. اوفي. جاهزة تغني؟ قولي ورايا. أنا على موج نهر عذب، الحياة بديل هكون حلم. واو، بقى عندي سكرت ديل. السحر نجح. اقعدي دلوقتي. غطي رجليكي. لا استنى. امشي من هنا والا هقطعك. فين البنت؟ اوه، عروسة بحر بيبي. انتي جميلة قوي، اهلا بيكي في العيلة. عرايس البحر، شكرا جدا. انا مش بحب الاحضان. هو جاي. السمك الصغير انا نسيت خالص. غطاء سكان المية. لعرايس البحر. هاي، احنا كنا بنتكلم. احنا هننتهي من المتنمرين دول. يلا نضربهم. لا لا لا، ما تعملوش كده. الاغنية هتكون كويسة. ده مش هيفيد، لازم ندور عليهم بنفسنا. وانا قلت، وهي راحت قايلة. يلا، أنا علمتك كويس. لا،
مش عايزة اتخانق. فاشلة؟ ده متوقع، البنت مش بتعرف تتخانق. أنا هجرب طريقة مختلفة. دي ليا. شكرا، تعالي معانا. ازاي؟ واضح ان احنا فشلنا في تربيتها. اوه بصي، دي جميلة اللي أخدت مكان في المسابقة. رائع، هتكفي في الشنطة كويس جدا. هاي ايه الأخبار؟ أسفة، أنا فين؟ ايه اللي بيحصل لي؟ لكن ليه؟ استني عشان تعرف، دول أجمل بنات في العالم كله عشان انتي الأولى. بس ده ما كانش قصدي. لحسن الحظ ده مش هيستمر كتير. خدي ده وكمان ده. أنا انتهيت. أختي، هنشغل الجهاز ده؟ كويس إنك افتكرتي، الجهاز هياخد كل جمالها. يلا نشغله. لا دي حباية. أوه أيوة، إحنا لسه بنبتدي. لا أختي، عملناها. أنتوا بتضحكوا على إيه؟ استني بس، ابتسمي، ده مضحك جدا. بصي على نفسك. إيه؟ أوه لا، ده فظيع. راقبيها زي الصقر. هو ده هيخلص امتى؟ انا عارفه، هقطع الحبل. ايه، كنت فاكره انك هتهربي؟ واو، دي ضوافر رائعه. اتمنى ضوافر يكون كده. انا عارفه صح، شكلهم مذهل. في سمكه من نوع السمك المنشار. مخرج. اوه لا، ده مقفول. لازم الاقي المفتاح. أظن إن الصبغة هي السر. في سمكة قالت لي ده قبل كده. أعمل إيه؟ اكسري الباب. هتعملي حاجة النهاردة؟ ما أعتقدش. أنا عملت ضوافري بالطريقة دي. كل حاجة واضحة؟ أتمنى أكون كويسة، بس لازم أفضل مركزة. الخطوة اللي بعد كده الشعر. أي أفكار؟ هلاقيلك لوك رائع حالا. رائع؟ لا لا، شيليه دلوقتي حالا. ايه رايك في ده دلوقتي؟ مش وحش، بس مش مناسب لعروسة البحر. طيب ايه رايك في ده؟ ارجوكي لا. طيب انا رجعت تاني زي الاول. الخدع هي ازاي هنقدر ننقذ اختي. اعمل ايه؟ اونلاين شوبينج. اهو الطلب بتاعي. جاهزة؟ مش عارفة، يلا نبدأ على طول. يايكس، 40% من جمالي راح في اللحظة دي. ازاي هقدر اخرج؟ انا مراقباكي. معدتي، انا جعانة جدا. انا كمان. هي اسمعي، عندي ليكي شغل. ايه هو؟ معايا حاجة. ايه؟ خصم من ماكدونالدز. بصي بنفسك، 90% خصم. واو، بس مش هقدر اروح. انا بحرسك. انا ممكن اروح، مفيش حد احرسه. فكره كويسه، يلا بسرعه هرجع على طول. استني. اوه يا ربي، انت نسيتي الفلوس. اه طبعا. لا هي رجعت. الغدا بتاعك، اخدتي وقت طويل قوي. ليه لبست الماسك؟ أعتقد إني فهمت. واو ده رائع، نتيجة هايلة. شكرا، أنا كمان عجبني. مين هنا؟ أختي، أنت رجعتي. مفيش حد، بيتهيألي بس. طب لو ما رجعتش تاني؟ إزاي اتجرأوا؟ أنا متعصبة قوي. إيه؟ دي حاجات هولي. أنا عارفة هعمل إيه، هغير. لا لا لا،
وقت الديل. الميك أوفر اكتمل. وهو جوزي جوزي مش حاسة اني كويسة. شكلي مش كويس. هي أنا عطشانة. في حد هنا؟ عطشانة؟ وأنا كمان. شعور رائع إن أشرب صودا ساعة. ده قاسي قوي. المسكينة. اشربي أختي مش شايفاكي. إيه؟ هي غبية. ديلي أنا هقع. أوتش. أعتقد إني جاهزة. الشعر ده رايح فين؟ ارجع مكانك تاني. طيب مش تاني. ده هيساعدك. ممكن أجرب انت عارفة؟ واو أنا حبيته. واو إيه اللي بيحصل؟ يا ربي ده مشبك شعري جميل. سحر حقيقي. أيوة دلوقتي أنا عروسة بحر. هاي فايف. أوبس غلطتي. ما كانش قصدي. هما فين؟ مفيش حد هنا. دي فرصتي. أيوة هجرب أخرج من هنا من خلال الفتحة. لو بس أعرف أطولها. أوبس مفيش طريقة للخروج. إنتي إهدي أنا هربط نفسي. بسرعة بطلي تقولي لي أعمل إيه. أوه إنتي خليتيني أتعصب جدا على فكرة. أختي أنا هنقذك أوعدك. جه الوقت يلا نبدأ. واو من هنا على طول. هما بيخططوا لإيه؟ أوه أيوة نزيف قاتل. أنا قربت أخلص البلاستر. أنا قربت خلاص. زوري وجعني. أوبس ده كان في الواقع سم. أوه لا أنا مش كويسة. أعمل إيه؟ هي هتساعدنا. يلا أنا وصلت. قربت خلاص. أهو حمام السباحة. فاضل 1% والنص هيكون لينا. الموضوع انتهى رسميا. أنا هنا علشان أختي. مين البنت دي؟ دي النهاية. أيوة أخدنا كل جمالها. ما تفرحوش قوي كده. جوزي مستحيل. أنا مش بستسلم. ده مش هينفع. هولي خلاص انتي في أمان. أوه لا لازم أصلح ده. على فكرة لوك عروسة البحر كان لايق عليكي. بالمناسبة ايه أخبار حوض السمك؟ انتوا هتدفعوا الثمن. خلونا نخرج. ده هياخد وقت. أنا هفكر في خطة للهروب. ايه ده؟ واو احنا فين؟ المكان حلو قوي. يلا ننقل هنا. ليه؟ بصوا لقيت ايه؟ خامات بنا. ساعدوني نبني الأوضة السرية. اتفضلي اهو. هنحتاج الألواح دي في ايه؟ اتفضلي في تاني. أنا عندي حاجات أهم أعملها. تقريبا خلصنا. دول آخر اتنين. واو بصي
واو مدهش. ليل اصحي، عايزة ايه؟ بصي عملنا ايه، شغل هايل، لكن ناقصنا حاجة. عرفت، يلا نستخدم السحر كلنا مع بعض دلوقتي. هاي ممتاز. اصحي يا ليل، يلا نشوف طلعت ازاي. عجبتني، وفي مكان افرد جسمي وانام. ليل ممكن تنام في اي مكان، انا محتاجة مرتبة للنوم. واو انا كمان ممكن استخدم واحدة. تمام. صبح ممكن تساعديني في شيل المرتبة؟ طبعا، قوة الرفع، هحط لها المرتبة هنا. اوبس، اه دي بتوجع، وجعتي دراعي. انتوا ليه مش سايبيني انام؟ اسكتوا. التطبيق المفضل لتمريناتي الصباحية، لكن هحط التابلت فين؟ نهار انا محتاجة مساعدتك، ممكن تمسكي ده؟ ممكن تقفي هنا شوية؟ شكرا، بتعملي شغل هايل. واه جميل، هحتاج القماشة دي. استني. وات؟ صبح هي بتعمل ايه؟ هي اخدت منها القماشة؟ هدفع تمنها بعدين. شكرا على المساعدة، باي. انا عندي فكرة هايلة لطريقة تزيين الأوضة. خلصت، جميل، بحب المكان هنا. لكننا محتاجين إضاءة أكتر. واو عينيا، مين نور الشمس؟ بدلوه بنور القمر. هاي هبرد من غير نور الشمس. عرفت، هعمل لنفسي شمسي الخاصة، محدش هيقدر يطفيها. واو هاي وات؟ مش عارفة انام، ده مش عادل خالص. غزل بنات، عايزة واحدة؟ أكيد. أوه ده سكر نقي، شكرا، لكن مش لازم أكله. أوتش، إيه ده؟ واه غيوم مدهشة، حبيتها، هستمتع بالمنظر. واو جميل، لكن ناقصها حاجة. واو مظلة بدولار واحد، وادي الطلب. لكن ايه ده؟ مقلب؟ دي ليها تعليمات، ضيفي بس المية. اوكي هجرب. واو نفعت. دي حلوة قوي، وهكون أحلى بإضاءة كتير. ليلة التقليدية، أنا كمان هزين أوضتي، عايزة ورد كتير. واو مدهش. إيه الريحة دي؟ ورود، مش شكلهم جميل؟ هي هي الأعشاب دي جت منين؟ أوبس ما كانش قصدي، عجبتني. قصص رواد الفضاء حلوة قوي. ايه ده؟ اوبس غلطتي. اوتش ليل، خلي بالك، اسفة. واو خوذة حقيقية.
على مقاسي بالظبط. ايه ده؟ القمر من الصورة مباشرة، شكله هيكون هايل على الحيطة. الخوذة شكلها حلوة عليا. أوضتي مش ملونة كفاية. عرفت، أنا هعمل زينة حطي بنفسي. الفراشات هتأدي الغرض. أنا جعانة. أنتي بوظتي كل حاجة. أنا آسفة قوي، ما كانش قصدي أعمل كده. واو، أنتي مدهشة. شكرا، تحت أمري. ميعاد نبدأ تمريناتي الصباحية، لكن ناقصني حاجة. محتاجة أجهزة تدريب أكتر. أول حاجة هنفخ كورة التدريب. خلصت. دلوقتي بقى عندي الجيم الخاص بيا. يا بنات يلا نبدأ. واو، ده جميل قوي. أسفة، ده جيم لشخص واحد بس. انتوا تدربوا برا البيت، أنا هتدرب في وقت نومي. ممكن أستخدم إيه تاني للزينة؟ أوه، الكرسي ده ممتاز. واو، أنا عايزة ده وده وده. أوه أيوة، ومراية. خطأ، الفلوس مش كفاية؟ كده مش كويس، كنت عايزة المراية دي. واو، المحاولة نفعت، أنا جميلة. أوه لا، مش عارفة أنام هنا. أنا محتاجة مخدة جديدة. أوه، عندي فكرة، عايزة مخدة بشكل القمر. يلا بقى. أوه، دي مهمة صعبة، أنا لازم أبذل شوية مجهود. يا بنات ساعدوني، لازم أنزل القمر. واحد، اتنين، تلاتة. أيوة، شكرا، أنا دلوقتي كويسة جدا. باي، أنا هنام. هي ليلى راحت فين؟ أهلا، في حد هنا؟ أنا عايزة أنام قوي، دي غريبة. اصحي، أنا صاحية. بصي على الوقت، مش هينفع تنامي دلوقتي، روحي أوضتك. أنا اللي هنام. ليل ممكن تستخدم المنبه كمخدة. تمرينات الصبح بتعمل اختلاف كبير. يا بنات يلا تعالوا معايا بسرعة. ليل مش هتيجي؟ كده مش هينفع. ليل دي مش سامعانا، يلا نروح من غيرها. هو في حد بينادي عليا؟ أظن لأ. مفاجأة يا كلير، أنا صورتك للذراع يا أختي، اتفرجي. يو، أنا ما اتأذيتش. بصي. ميري أختي، أنتي ليه مش بتصحي؟ أعتقد إن أنا هفضل هنا فترة، الأفضل إن أنا أنام شوية. ياي، أنا أخيرا صحيت، حاسة بإحساس غريب. هيعدي. إيه؟ هو ده جسمي؟ مين بيزعق؟ ميري، أنتي صحيتي، أنا هكلم الدكتور. استني يا كلير، معجزة حصلت، أختي صحيت. قصدك أختك اللي في غيبوبة؟ أنتي فقدتي عقلك. لكن إزاي ده حصل؟ شبح. كلير ما تزعقيش، لازم تساعديني أرجع جسمي تاني، اتفقنا؟
حاولي تبدلي جهاز التنفس. منفعش. يلا نوحد التمام بتاعتنا زي آخر مرة. قرار كويس، المفروض ينفع. منفعش. أنا فكرت في طريقة تانية. أنا هرجع تاني لجسمي. أوه يا ربي، استعدي يا جسم. ميري، أنتي فين؟ أوتش، إيه؟ محل؟ أنا مش كاتبة شوبينج في لست الحاجات اللي هعملها النهاردة. ما تعملش كده، ممكن تحتاج عضلات كمان. بسرعة، عربية كاملة قبل ما نقفل بخمس دقايق. هما مش شايفيني. هو أنا هيدفع لي على الأوفر تايم؟ مش معقول. وات؟ ميري، الخطة دي فشلت. نعمل إيه؟ أو يا ربي، في إيه؟ هو ده بتاع مين؟ ملاك متدرب؟ ده معناه إيه؟ واضح إنه هنا. أوبس، اللفة كانت قوية شوية. هاي، أنا ملاك. أنتي فاكرة آخر مرة؟ أنا ملاك طيبة، أهي لست بالأعمال الصالحة. لو كملتيهم كلهم هتقدري ترجعي جسمك تاني. أول أمر هو إنقاذ بنت من التنمر. كله تمام. مش كويس. البنت اللي اسمها ميري كويسة أوي في إنها تكون شريرة. ودعي التوأم بتاعي، هتكون ليا قريب. انتوا بتبصوا عليا؟ امشوا من هنا. هاي بان. هاي مس فاشلة. خلاص كده يا متنمر كبير، انتي هتعملي ايه؟ اوتش، ما شفتش الباب؟ هايل. يلا يا ميري، هي بتمطر كتب؟ ساعدوني، مين اللي فاشل دلوقتي؟ شكرا يا كلير، انتي شجاعة قوي. اقل حاجة ممكن اعملها. اول مهمة تمت، بعد كده المهمة التانية. هتساعدي طفل. كله تمام، التوأم للإنقاذ. ايه الريحة دي؟ في ملاك كانت هنا. ده بيوضح كل حاجة. اللعبة بتاعتي اتأذت. مين هنا؟ فين المريض؟ أنا كلير، دكتورة لعب. الشاب المسكين ده هيتصلح في وقت قليل قوي. بصي على أم 44 المقرفة دي. طيب، أوكي، دي غلطتي. المفروض نساعد بدل ما نخلي كل حاجة أسوأ. أنا هصلحه. خلاص. بلاش نخوف الطفلة. حبيبتي، بيكاتشو بتاعك بقى كويس وبخير. بصي، بيكاتشو بتاعي. برافو. برافو علينا، نجحنا، احنا فريق الأحلام. أوبس، أنا اتزنقت، حد يساعدني. ثانية، احنا هنطلعك بالطريقة دي. أنا همسك الملفات بتاعتك. انت بتاعتي دلوقتي. أنا مش عايزة أروح مع الشيطانة. أنا هلاقي حل. سيبي العميلة بتاعتي. اجري يا ميري، أنا مديونالك يا ملاك. باي، حظ سعيد. بصي هناك، مفيش حاجة. انت فهمتي المهمة غلط. بطلي تزعقيلي، البنت المجنونة في المحل، مش في الشيفت بتاعي تاني. احنا هنطلب مساعدة لو سمحتي. عندك اي كلاب للبيع؟ كلب، اكيد، اهو كلب رائع. احنا محتاجين كلب حقيقي. أكيد طبعاً، ثانية واحدة. بصي، شكله واقعي جداً. اجري هاتشيكو. هاي، اشتريني. لا، مش ده اللي انت عايزاه؟ محتاجة كلب أصغر. لا، واحد تاني؟ ايه رأيك في أكل كلاب؟
لا، طيب في الحالة دي أنا مش عارفة أساعدكم إزاي. لازم تروحي محل الحيوانات الأليفة، ده ممكن ينفع. أهو محل الحيوانات الأليفة، يلا. أهلا، إحنا محتاجين نشتري كلب. إحنا قفلنا خلاص. أرجوك أرجوك أرجوك، مش هقدر أساعدك. إيه اللي هناك؟ تحبي تتبني الكلب الجميل ده؟ ده ببلاش. بصي، هو بالفعل معجب بيكي. أيوه، اتفقنا، أنت أفضل صديق بفرو في العالم. كل اللي عايزاه هو كلب. مين بيحلم بكلب؟ ممكن تاخديه، مش بالسرعة دي. أنا ما طلبتش ده، روحك هتكون بتاعتي. مفيش حد ممكن يوقف الخطة الشريرة بتاعتي. فلافي، تعالي، أنت حبيبي الصغير، أنا مامتك الجديدة. إيه؟ المهمة تمت؟ لا لا لا، يا ربي، إيه اللي بيحصل لي؟ أختي، شكراً على الهدية. العفو. ميري، أعمل إيه دلوقتي؟ أنا خذلتك. أنت كملتي كل المهام وأنا اترقيت، وده معناه إن أنا أقدر أساعد. إيه اللي حصل لي؟ هي صحيت. يا ملاك ميري، أنت صحيتي، أنا سعيدة قوي. أنا هلبس فستان ذهبي. هي الفستان ده بتاعي. إيه؟ مستحيل، رجعي تاني. الفستان ده بتاعي. لأ، بتاعي أنا. كلير أختي، الفستان كان دايما شكله أحلى عليكي، أرجوكي ارجعي لي تاني. أنا هسيب الفستان هنا، أشوفك قريب. ميري، أنا فين؟ أنا ليه هنا؟ هو أنا في غيبوبة ولا إيه؟ يعني أنا شبح؟ أنا لازم أصحى. ده مش كفاية، أنا عارفة الزغزغة حركة ممنوعة. قومي، ده أكيد هيوقفني على رجلي. لا، كده كتير قوي، منفعش. طيب، أنا هحاول أرجع تاني في جسمي، أتمنى إنه ينفع المرة دي. واحد، اتنين، تلاتة. دي ما كانتش أفضل خطة. كل المؤشرات تمام، أختك صحتها كويسة، بس هي مش بتصحى. أختي، أنا هنا، أنتي سامعاني؟ أنا عملت كده إزاي؟ أنا هنا. ساعات الزيارة انتهت، لازم تمشي. ما تقلقيش، أنا ممكن أشرح لك. أنت مين؟ أنا ملاك، أهي البطاعة بتاعتي. أنت بتتكلم عن إيه؟ أنا برشد الروح للجنة. لأ، يلا امسكي إيدي علشان نروح لمكان أفضل. انسى، بدري قوي إن أنا أمشي من الدنيا. أنتي رايحة فين؟ هي هربت؟ كل حاجة مختلفة بعد أختي. الأفلام مش بنفس التشويق، طعم الفشار مش حلو. ميري، أنا هنا، مفيش فايدة. ميري، بصي، ده أنا أختك، أنا قدام الشاشة، هي مش شايفاني. أنا محتاجة حاجة تانية. أنا عارفة، أنا ممكن أتحكم في الإضاءة. ميري، أنتي شايفة ده؟ إيه مشكلة اللمبة؟ دي غريبة. فهمت، بتتكلمي جد؟ العصير خلص بسرعة، لكن لسه في فشار. فشار، ايه ده؟ الفشار راح فين؟ ايه؟ انا كلير؟ انا هنا؟ راسي،
انتي شايفاني؟ شبح! هكلمك بعدين. انت رجعت، احنا لازم نمشي. لا، انا هفضل هنا مع اختي. لذيذ، سيبني في حالي، برا الهدف. اوت! انا مش حاسه ان انا كويسه كده. افضل. هي هربت تاني. هو ده كان ايه؟ ممكن كنت بحلم. الجامعة؟ ده شكله دليل. هي انتي رايحة فين؟ فين البرنيطة بتاعتك؟ والكتب وقعت. أرجوكم كفاية. ايه ده؟ بصوا فوق يا شباب، ده اللي تستاهلوه. كان رائع؟ ايوه، انا مدينه لك يا اختي. الفاشلين ممكن ياخدوا بريك. اوبس، انت ليه مش في الكلاس؟ احنا عندنا امتحان. يا ربي، انا مش مستعده خالص. ممكن اعمل ايه؟ خليكي هاديه، انا هساعدك. شكرا يا كلير. اوعى تتجرأوا وتغشوا، انا مراقبكم زي الصقر. انتي رائعة. ايوه، ده مسلي قوي. وقتكم هيبتدي دلوقتي. انا المدرس الممل. ده مضحك جدا. ميري، هي دي نظارة؟ بتهيالي حاجات. ايه مشكلتك؟ ولا حاجة. اهي الاجابات. اول واحدة A B. خليني انقل. ايه ده؟ الاجابات بتتكتب لوحدها. ده جنون. مش مشكلة لو صح. بس كده، باي. الوقت خلص، سلموا اوراقكم. واو، هايل. شكرا، مجهود هايل يا ميري. ايه ده؟ مين اللي كتب الاجابات على البورد؟ الكلاس خلص. ميري، قادره تتخيلي احنا ممكن نعمل ايه؟ مفيش حد يقدر يشوفني غيرك. فكري في كل الفرص اللي. ميري، انت فعلا جهزتي فوتوشوت؟ شكل اللبس بتاعي عامل ايه؟ ميري، احنا لازم نمشي. واو، هو انا عملت كده؟ رجعي تاني دلوقتي. طيب، واو، عجبني. يلا نكمل. اوكي، اخيرا. لا، كلير، انتي بقيتي شفافة. ده مش عاجبني. ليه بيحصل كده؟ انا مش عارفة. احنا هنعرف على اي حال. استني، انتي هتيجي معايا. انا؟ مش انتي، هي. جه الوقت، يلا نطير. أرجوك ادينا فرصة نرجع كلير تاني. طيب، ساعتين بس كده. هو اختفى. الوقت بيمر. ازاي ممكن ارجع تاني لجسمي؟ لازم افكر في حاجة تانية.